التيار الكهربائي المستمر، إذا لابد من تذكير بالتيار الكهربائي. وطبيعة الحال التيار الكهربائي التي تم دراسته في المستويات السابقة. إذا التيار الكهربائي المستمر تيار مثل التيارات يتم الحصول عليه اعتمادا على مولدات مستقطبة، أي لها قطب سالب وقطب موجب، أي أن لها قطبين مختلفين، قطب موجب يحمل الإشارة زائد وقطب سالب يحمل الإشارة ناقص. فمثلا الأعمدة الكهربائية، مولد المختبر هو هذا، الأعمدة هي هذه، الحجر ديال الراديو اللي كنسميوه، ثم البطاريات، الباتري اللي كنستعملوه في التلفازة ولا كنستعملوه في السيارات، إلى غير ذلك. إذا يرمز للتيار الكهربائي المستمر بالعلامة تساوي أو بالحرفين دي سي. منحة التيار الكهربائي المستمر، إذا أولا منحة التيار الكهربائي المستمر تجربة ننجز الضارتين الكهربائيتين. إذا هاد الدارة الكهربائية البسيطة شنو فيها؟ فيها مصباح هو لعدد الشكل، فيها صمام ثنائي، علما أن الصمام الثنائي فهو مركبة إلكترونية صغيرة لا تسمح بمرور التيار الكهربائي إلا في منحة واحدة، ما كتخليش التيار الكهربائي يدوز إلا في منحة واحد، ما كيخليش يرجع. إذا عنده هذا الشكل أي أنها كيدوز من هذا الشكل وما كيرجعش بحال هكا، إذا التيار الكهربائي كيدوز غير هكا. نعم، دابا ملي درنا المصباح نلاحظ أن المصباح منطفئ، بينما في هذه الحالة الثانية المصباح مضيء، هذا يعني بأن المصباح توصل بالتيار الكهربائي، في حين أن هنا لم يتوصل بالتيار الكهربائي، هذا يعني بأن هذا الصمام الثنائي الكهربائي خلى التيار الكهربائي يمر. إذا في هذه الحالة، إذا هذا يعني بأن التيار الكهربائي يمر من القطب الموجب إلى القطب السالب اصطلاحا. إذا تم الاتفاق على أن التيار الكهربائي يمر من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج العمود من طبيعة الحال. نعم، إذا الصمام الثنائي مركبة إلكترونية لها قطبان لا تسمح بمرور التيار الكهربائي إلا في منحى واحد، وهو المنحى الموافق للسهم المحدد عليها. ملاحظة، في الحالة الأولى نلاحظ أن المصباح لا يضيء، لكن عند قلب مربط المصباح أو الصمام الثنائي في الحالة الثانية نلاحظ أن إضاءة المصباح أن المصباح يضيء، مما يدل على أن التيار الكهربائي المستمر له منحى معين. استنتاج، يتميز التيار الكهربائي المستمر باش بمنحى يحافظ عليه طيلة دورانه في الدارة الكهربائية، وقد اصطلح على أن هذا المنحى على أن التيار الكهربائي المستمر يمر خارج العمود من القطب الموجب إلى القطب السالب، ونمثل منحى في الدارة الكهربائية بسهم موجب من القطب الموجب إلى القطب السالب كما تلاحظون بالنسبة لهذا الموقع ديال الأستاذ الطاهري. خلاصة، في دارة كهربائية يمر التيار الكهربائي المستمر خارج المولد من القطب الموجب إلى القطب السالب المولد شدة التيار الكهربائي. إذا غندوزو دابا لشدة التيار الكهربائي اللي بالفرنسية لانتونسيتي دي كورون إلكتريك، مفهوم الشدة أولا علاش أن عنده شدة. تجربة ننجز الدارة الكهربائية الدارتين الكهربائية التاليتين، ولا ننسى بأن لدينا على شبكة الإنترنت موقع اسمه بي سي ياهو، فيه مختبر الموقع هذا، في مختبر، نعم هذا المختبر، مختبر الكهرباء، في مختبر الكهرباء هو هذا، وهذا المختبر يمكن أن نقوم به داخلي بعدة تجارب، إذا قاطع التيار، مصباح، يمكن أن نأخذ عدة مصابيح، ثم بالنسبة لنا المقاومة الكهربائية عدة مقاومات بقيمة مختلفة، كليك دروات ثم نحدد كاركتيرستيك كم ما هو إشارتها أو رمزها، ثم قيمتها شحال من أوم شحال من واط، ثم صمام ثنائي، صمام ثنائي هو هذا. نعم، إذا الآن تم فقط بينت بأن هناك مختبر يمكن استعانة به لدراسة هذا الأمر. إذا نأخذ هذه التجربة التي رأينا الآن، إذا مولد التيار الكهربائي كاركترستيك ديالو، إذا فهو جينيراتور عنده 6 فولت، ثم لا ريزيستونس انترن، هادشي ماشي مشكل مزيان. هذا شنو هو؟ هذا صمام ثنائي سي لا ديود، فوالا. وعندنا يمكن ناخذو كمثال خصنا مصباح، ها هو المصباح،
المصباح يمكن الاستعانة به لإضاءة. شنو خصنا عاوتاني؟ إذا الآن يتم الربط، إذا ملي كنشوفو بورن كنكليكي وكنجر حتى يتم إدخاله هنايا، من بعد خصني قاطع هاهو، ومن بعد يمكن الربط هاد بهذا، ثم نكليكي هنا، ومن بعد نكليكي هنا، نكليكي هنا، ثم نجر إلى هاد المكان. الآن نشوف الكاركترستيك ديال المصباح. المصباح أن الطونسيون نورمال هو 6 فولت، ماشي مشكل. إذا 6 فولت كتستحمل 6 فولت، وهنا كاين 6 فولت قطع التيار. نعم، نلاحظ أن المصباح لا يضيء عند فتح وغلق الدارة الكهربائية. نعم، الآن يمكن أن نقطع هذا السلك، وهذا السلك أيضا حتى هو نحيده، ولكن الآن يتم قلب الربط. ربطه هنا، ثم هنا، ربطه هنا، ونرى ما إذا كان هذا المصباح سيضيء أم لا. نعم، نلاحظ أنه يضيء، إذن لا يسمح بمرور التيار الكهربائي. إذن هذا الصمام لا يسمح بمرور التيار الكهربائي إلا في منحة واحد، وهذه التجربة كانت تجربة ناجحة الحمد لله. إذن خلاصة، في دارة كهربائية يمر التيار الكهربائي المستمر خارج المولد من القطب الموجب إلى القطب السالب للمولد، شدة التيار الكهربائي. إذا الآن ندوزو لشدة التيار الكهربائي. أولا مفهوم شدة التيار الكهربائي، تجربة نوجز دارتين كهربائيتين تاليتين، تم حذف هاتين التجربتين، بل الآن تظهر. إذا هناك ماذا؟ دارتين كهربائيتين مختلفتين، فاش في عدد المصابيح، هنا درنا مصباح واحد، هنا درنا جوج مصابيح. بطبيعة الحال عند إضافة مصباح آخر، إذا نديرو 2 3 4 5 6، سنلاحظ بأن الإضاءة تضعف، إضاءة كل مصباح تضعف، وهذه التجربة يكون القيام بها هنايا. وما ننسوش بأن في هذا المختبر راه يمكن أنني أفيشي نشوف الشيمة، هاي الشيمة يمكن نشوف الشيمة، يمكن أرجع للفوتو ديالي هنا، يمكن نضيف مصباح آخر. إذا نقطعو هذا، نقطعو هذا ونزيدو مصباح آخر، نخليو نفس، إذا يمكن نغلق الدارة غير احتياطا. إذن هنا نقطع، ثم نضيف مصباح آخر، وسنرى كيف هي الإضاءة. إذن نربط الصمام الثنائي، ثم من المصباح الأول إلى المصباح الثاني، إلى ثم نفتح الإضاءة. لا توجد إضاءة على مستوى المصابيح، هذا يعني بأن الإضاءة ضعيفة جدا. وفي هذه الحالة يمكن أن نضيف يعني توتر أكثر، كنديرو 12، سنرى إضاءة جيدة، إضاءة جيدة. هذا فقط لم نبين التجربة، ولكن فقط بأنه يمكن أن نستعمل هذا المختبر للتمرين، للقيام به هذه التجارب قبل المرور إلى التجارب الواقعية في المختبر، وذلك حفاظا على الأدوات المستعملة. إذا ملاحظة، إذا لماذا إضاءة المصباحين تضعف أقل من إذا وضعنا مصباح واحد؟ هذا يدل على أن هناك شدة التيار. إذا نلاحظ أن إضاءة المصباح في التركيب الأول أكثر من إضاءة المصباح في المصباحين المركبين على التوالي في التركيبتين. نقول إذا أن شدة التيار الكهربائي في التركيب الأول أكبر من شدته في التركيب الثاني. هذا يعني بأن هذا المصباح سيضيء أحسن أو أفضل، هذا يعني بأن الشدة هنا أكثر من شدة التيار هنا. وكذلك إذا وضعنا جهاز أمبيريمتر هنا سنلاحظ بأن القيمة تختلف. خلاصة، يتميز التيار الكهربائي المستمر بمقدار يسمى شدة التيار التي نرمز لها بالحرف E، وحدتها العالمية هي الأمبير التي نرمز لها بA، ولقياسها نستعمل جهاز يسمى جهاز الأمبيريمتر. إذا فقط هذا تذكير، وهذا درس ديال الإعدادي، قياس شدة التيار الكهربائي. لقياس شدة التيار الكهربائي نستعمل جهاز يسمى جهاز الأمبيريمتر، وهذا كمثال، ولكن هناك عدة أنواع من الأمبيريمترات. إذا له مربطين، مربط أحمر يحمل الإشارة زائد، ومربط أسود أو أزرق يحمل الإشارة ناقص. يرمز للأمبيريمتر في الدارة الكهربائية بهذا الرمز، وما ننسوش بأن عنده قطب سالب وقطب موجب. إذا هذه العلامات كاينين هنا، في حين أنهم خصهم يكونوا في هذه المنطقة هذه. إذا لقياس شدة التيار الكهربائي المستمر المار في الدارة الكهربائية نتبع المراحل التالية. نفتح الدارة الكهربائية، ثم نتبع المراحل التالية. إذا نضبط
زر الانتقاء على وضع الدي سي، تيار مستمر، إذا موقف